بسم الله، تعالى يا اولادنا نراجع منهجنا وهنبدا باذن الله بدرس الليسي. كلمه ليسي معناها مدرسه، تمام؟ مدرسه ثانوي. الكلمه دي يا اولاد كلمه مذكر، فبكل ابعادها هتعامل معناها ان هي مذكر. اوكي، يعني لو جالك سؤال مثلا بيقول لك مون ليسي ايه نقط مون ليسي، وديك ثلاث اختيارات، هو ايه الفرق بين الاختيارات؟ اديال نموذجي، اديال بالاو نموذجيه، اديال بالاس جمع. طب انت تتعامل مع كلمه مذكر، مين شاطر يقول لي مذكر اختار ايه اول واحده؟ تمام. بعد كده قلت لك خلي بالك الدرس ده بيتمحور حوالين عنصرين. العنصر الاول اسمه ديكري، ديكري يعني اوصف، والعنصر الثاني اسمه اوبجي، اوبجي يعني الاشياء. فممكن سؤال المدرسه يجي لك بفكرتين يا اولاد. سؤال يقول لك ديكري اوصف تون ليسي، وسؤال تاني يقول لك كومون، يعني ايه كومون؟ كيف اي تون ليسي، كيف تكون مدرستك. فلو بدا بكلمه ديكري او كلمه كومون فالاثنين بيدوك نفس الحته، ان انت هتكتب صفه. طب ايه الصفات اللي عندي؟ قال لك صفه اللي عندك اسمها جران، جران يعني كبير، اهم حاجه تكتبها في صوره المذكر من غير او. وصفه اسمها ايديال، ايديال يعني نموذجي، سوبر يعني رائع. طب كل الصفات دي تمام. مودرن بقى اللي موضع سؤال، اشمعنى مودرن يا ولاد اصلا اخرها او، فهي كده مذكر. وايه كيوبي يعني مجهزه، اخرها او عليها اكسون، وهي برده كده ايه؟ مذكر. تعال نحل سؤال على الفكره دي. بيقول لك تي ديكري تون ليسي، ترجم يعني كلمه ديكري، قلنا ديكري يعني توصف، تون ليسي مدرستك، بتوصف مدرستك لصديقك. اول حاجه هنستبعد الاختيار الاخير، لان كومون ايه تولي سي ده سؤال ما ينفعش. بقى لي احتمالين، الي رومانتيك هي رومانسيه، ولا الي جران اي سوبر. كجرامر ما ينفعش ال، لان ال معناها هي، والمدرسه كلمه ايه؟ مذكر. وبرده كصفه رومانتيك مش صفه للمدرسه، رومانسيه ما توصفش بيها مدرسه. هتبقى الاجابه ايه اللي في النص. تاني عنصر هنتكلم عليه هو عنصر الاوبجي، يعني ايه اوبجي؟ الاشياء. وانت بتتكلم في عنصر الاوبجي يعني الاشياء لازم تستخدم اكسبريشن اسمه اليا. اليا هنا بمعنى يوجد، اوكي، والنفي منه النيابة. النيابة بمعنى لا يوجد. تعال اقسم لك الحاجات اللي موجوده في المدرسه. مبدئيا كده الحاجات اللي موجوده في المدرسه بتبدا بايه؟ تبدا بحاجه اسمها كلاس، يعني كلاس فصل. كده حاجه اسمها كور، كور هنا يلب معنى حوش او فناء. كده عندي حاجه اسمها كونتين اللي هو الكانتين. كده عندي حاجه اسمها ترين، ترين او جيم. كل دي حاجات موجوده في المدرسه. كان عندي حاجه اسمها سيلف، وعندي حاجه اسمها البيبليوتيك، حاجه اسمها السي دي اي. تعال نقراهم تاني مع بعض لو سمحت. بابا مع كلاس، كور، كونتين، ترين، جيم، سيلف، بيبليوتيك، سي دي اي. اخر مره، كلاس، كور، كونتين، ترين، جيم، سيلف، بيبليوتيك، سي دي اي. كلاس اللي هو الفصل، كور حوش، كونتين اللي هو الكانتين، ترين اللي هو الملعب، جيم اللي هو صاله الالعاب. لكن عندي سيلف اللي هو المطعم المدرسي، بيبليوتيك يعني مكتبه، وسي دي اي اللي هي غرفه الوسائط. خلينا نتفق على حاجه، الكلام ده هتستخدمه وانت بتحل ايميل او بتحل باراجراف او بتحل مواقف، بالاضافه ان انت عليك تحليل الكلام ده، بمعنى تعرف ابعاده. وارد جدا يسالك بسؤال هنا في الحته دي بمعنى بوركوا. بوركوا يعني لماذا. وعشان تاخد لماذا مع الاشياء دي هندرس حاجه اسمها الافعال. فانت كده تدرس المكان بابعاده او بافعاله. فعلى سبيل المثال كلمه كور وكونتين حضرتك معاهم حاجه اسمها ريسري، ريسري او ريسراسيون يعني الفسحه، دول كده مرتبطين ببعض. يعني بص السؤال ده كده بيقول لك ايه، مثلا في سؤال هنا بيقول لك اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام، اهو دون لا ريسيراسيون في الفسحه، اون فا على ميزون بنروح المنزل، ولا اون ايكوت لو بروفيسور اون كلاس نسمع الاستاذ في الفصل، ولا اون فا على كونتين. اكيد اون فا على كونتين. عرفت قصدي ايه الكلمه بابعادها؟ البعد ده ممكن يكون كلمه او يكون فعل. يعني مثلا عندك ترين، ترين ده مرتبط بكلمه فوتبول، ترين ده مرتبط بكلمه ماتش. عندك جيم مرتبط بفيرب اسمه جوي، جوي هنا بمعنى يلعب. واخيرا سيلف يعني مطعم مرتبط بفيرب اسمه مونجي، يعني ايه مونجي؟ ياكل. او حتى كلمه اسمها ديجوني، قال لك ديجوني دي يعني يتغدى، ديجوني يعني يا ولاد يتغدى. اخيرا وليس اخيرا بيبليوتيك مكتبه مرتبطه بفيرب اسمه لير، لير يعني يقرا. وسي دي ايه غرفه الوسائط مرتبطه بحاجه اسمها سيرفي، سيرفي يعني يتصفح، او روشيرش، روشيرش يعني الابحاث. تمام، ركز معايا لو سمحت، يتصفح او الابحاث. السؤال بيجي في الحته دي ازاي؟ السؤال بيجي في الحته دي يا اولاد سيدال، يعني
بيديك المكان ويطلب منك البعد بتاعه او مرتبط بايه، او يديك الفعل ويطلب منك المكان بتاعه. يعني على سبيل المثال هنا بيقول لك صديقك بيسالك بوركوا، احنا قلنا بوركوا يعني لماذا، انت بتروح السلف، قلنا يعني ايه سلف، ترجمتك لكلمه سلف بمعنى مطعم، اهي سلف يعني مطعم، هتقول له بور جوي او فوتبول ولا بور لير دو ليفر ولا بور مونجي، اللي شاطر مزيك عارف ان جوي دي يعني يلعب وان لير دي يعني يقرا وان مونجي يعني ياكل، اكيد مونجي. وعلى نفس الفكره بقى امتى اختار الاولى، الاولى دي لو اداني كلمه تران، وامتى اختار الثانيه لير لو اداني كلمه بيبليوتيك. وزي ما انت شايف هنا اداك السؤال وطلب الفعل بتاعه. السؤال اللي تحتيه بقى العكس، صديقك بيسالك او يعني او اين تذهب عشان تعمل ريسيرش ابحاث، هو هنا مديك ايه، مديك البعد وعايز المكان، هروح السلف ولا جيم ولا سي دي اي. طبعا الاجابه الصحيحه سي دي اي، ده بتاع الابحاث. سلف ليه؟ لان سلف معناها مطعم فمستبعده، وجيم مستبعده لان معناها صاله العاب. طيب على بعد اخر بعد مذاكره الكلمات دي هنتطرق لبعد اخر الا وهو الايميل. بص الايميل ده بيقول لك كومون ايه تونلي سي وكاسك اليا، كاسك يعني ماذا، وقلنا يعني اليا يعني يوجد، وكاسك النيابا معناها ماذا لا يوجد. الايميل ده عندك في صفحه 18، تعالى اجاوبه لك. اول سؤال بيقول لك كومون ايه تونلي سي، هنا عايز منك توصفها، وكنت سبق وحللت لك الصفات اللي ممكن توصف بيها. فهتبدا تقول له مون ليسي يعني ليسي يا ولاد مدرستي، ايه يعني تكون، وابتدي احط صفه بشرط ان الصفه تبقى في شروط المذكر، جروند مثلا. ممكن اقول له ايلي، ايلي هنا تعود على المدرسه، سوبير، ايه ايديال، ايديال هنا بمعنى ايه نموذجي. طب السؤال الثاني بيقول لك كاسك إليا، يعني ايه كاسك إليا، ماذا يوجد، هقول له ايه بقى، دون في مون ليسي، يعني كلمة ليسي أولاد مدرستي، إليا يعني إليا يوجد، وابتدي أعدد الأشياء. مثلا مثلا إليا أن سيلف مطعم، في مدرستي يوجد أن ترين، يعني ايه ترين يا أولاد ملعب، ايه يعني واه، ان جيم صالة العاب. ممكن اقول له ايه، في مدرستي اليا يعني ايه اليا يوجد، ان سي دي اي غرفة وسائط. طب ممكن اقول له ايه بقى، النيابة، دي اجابة السؤال الثالث، كان في سؤال بيقول لك لماذا النيابة لا يوجد، النيابة لا يوجد دو بيسين. طبعا هنا حطيت دو لان ده نفي، النفي بيجي وراه ولاد دو، دو بيسين مفيش بيسين، تمام كده. ده كده كل حاجة متعلقة بإيه بالمدرسة.